بعد شوط اول متكافئ، الاتحاد السكندري يتقدم على الاهلي 1-0 بهدف لرزاق سيسي في الدقيقه 35. هنتكلم مع نجومنا الكبار على التحليل الفني للشوط الاول، ولكن بعد الفاصل. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. شفنا الشوط الاولاني سيطره في بعض الاوقات نادي الاهلي، وسيطره في بعض الاوقات نادي الاتحاد، وشفنا فرص ضايعه من نادي الاهلي يمكن تعدت الثلاث فرص، ومن الفرصه الوحيده اللي كانت يعني شبه اكيد النادي الاتحاد قدر يجيب منها رزاق سيسي هدف الشوط الاول. كابتن شريف، رايك في احداث الشوط الاول سريعا انت والكباتن، وايه اللي ممكن يعمله مستر موسيماني الشوط الثاني؟ والله هي دي يا كابتن ايمن مباراه الكاس، اللي بيضيع يستقبل، والتركيز في الملعب من بعد مباراه الزمالك انت واضح في الملعب ان في استحواذ، في انما في بطء في التحركات كويس. ما يفعله موسيماني لازم يدعم من دلوقتي، ما يستناش بقى 10 دقائق ربع ساعه، لا لازم يبقى في تدعيم من دلوقتي، يغير الشوط الاولاني بعد الماتش الاولاني المفروض يعني، وواضح بين الشوطين يعني. ماشي. يعني لازم لو بس اتكلم في حاجه سريعه، لازم الفرص اللي تيجي يا اما لازم الفرصه تتاكد قوي ان دي فرصه المباراه طبعا، او فرصه البطوله. عشان كده حته ان هو يعني الاتحاد جاله فرصه واحده في 47 دقيقه احرز منها هدف، وفي الاخر دايما بنحسب النتيجه، وهي ماتشات الكوس كده يا كابتن، هي ماتشات عامه كلها كده. احنا كنا بنتكلم قبل الاستوديو ان بالاخر بص على النتيجه صح. فبتمنى الشوط الثاني يبقى التفكير مختلف، يبقى حريصين قوي على اول ايجاد فرص كتير، والفرصه يبقى هي دي فرصه الهدف نفسه باذن الله. ربنا كابتن عادل، اتكلمنا كابتن في البدايه على استغلال الفرص وعلى الحذر، قلنا فرقه الاتحاد تقدر تجيب جون وبتلعب على هجمه المرتده، وقلنا لازم نقفل زي ما قلنا نلعب بلوك واحد، لازم نرجع نقفل كويس عشان دي مباراه الهدف الواحد وانك بتحطك في مشكله. فمشكله النادي الاهلي الشوط الثاني لازم ينزل ضاغط بقى في الفتره الاولانيه، ولازم يبقى فيه تغيير. ممكن نشوف تغييرات مثلا، ممكن نشوف طاهر محمد طاهر، أنا ممكن نشوف ناصر ماهر، ممكن نشوف صلاح محسن. انا افتكر ان احنا في حاجه لطاهر محمد طاهر وناصر ماهر الاثنين. كابتن هاني، بص كابتن ايمن، هو النادي الاهلي انا شايف النادي الاهلي ماشي كويس قوي تمام، بغض النظر عن النتيجه. النادي الاهلي راح كتير، النادي الاهلي ضيع ثلاث فرص حقيقيه، كان ممكن ان هو مثلا واحده فيهم تيجي جول، كان ممكن يديك الاولويه ان انت تبقى متقدم على الاتحاد. لكن زي ما قلنا الكباتن كلها قالت، اللي بيضيع يستقبل، ويا ريت اتمنى طبعا ان الشوط الثاني النادي الاهلي يفوق بسرعه. اعتقد برضو التغييرات يعني انسب الناس اللي انا شايف بالنسبه لي انسب الناس اللي تنزل محمود كهربا، صلاح محسن، وطاهر محمد طاهر، دول النادي الاهلي محتاجهم فعلا في الحته الهجوميه، لان النادي الاتحاد هينزل طبعا هيقفل ورا ويحاول ان هو يلعب على الهجمه المرتده. واتمنى طبعا ان شاء الله النادي الاهلي يفوق بسرعه ويحاول ان هو يسجل بدري عشان هيساعده في نهايه المباراه باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي. بشكر ضيوف الكرام، وهنروح لفاصل ونتقابل ان شاء الله بعد نهايه الشوط الثاني باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي، ارجوكم انتظرونا.